السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناة قصص ولد المغرب. حلقتنا اليوم غادي نبداوها من واحد الغابة كانوا كيجريو فيها مع الصباح بكري واحد جوج شباب. غادي كيجريو كيجريو لحتى كيكتشفوا وجود واحد جوج تليل واحد البنت او لا بالاحرى واحد السيدة طايحة تم على وجهها وهي غارقة وسط الدم ديالها. مشاو كيجريو علموا البوليس، جاو معاهم لعين المكان كيكتشفوا فعلا نيت كاينة واحد البنت مقتولة بطريقة جد بشعة. علموا النيابة العامة، شعروا فرقة الشرطة العلمية والتقنية والقضائية كذلك، التحقوا معهم المسرح الجريمة. هنا الشرطة القضائية حقوا مع جوج شباب، طلعوهم نزلوهم حقوا معهم مزيان. كيتضح الأمر أن هاد الناس هادو غير فاعلي خير، هما موالفين كيجريو تما كتشوفوا جوج تاق بلغوا عليها تشوف حالاتهم. الشرطة العلمية والتقنية بقات كتحقق في مسرح الجريمة، عرفاتو بأنه هو فعلا نيت مسرح الجريمة. هاد البنت تقتلات هنا، يعني هنا ميتة، هنا فين كان الواقع وقعات. كيقلبوا مزيان ومشطوا ديك البلاصه كامله تقريبا على بعد شحال من مترو، والو واش لقاو شي اثر او لا شي دليل، باستثناء اثر واحد وهو اثر ديال واحد الرويضه ديال الطوموبيل. الطوموبيل على ما يبدو ان هي اللي جات فيها هاد المقتوله، يعني هي علاش ان محبوسه تما وراجع في حالاتها، ما بقاتش مشات شي مسار اخر ولا شي حاجه، وهي الوحيده اللي كاينه تمايا. المهم رفعوا البصمة ديال هاد الطوموبيل، رفعوها الناس المختصين والدواء اللي قارنوها مع شي طوموبيل غادي يلقاوها في اجراءات البحث من بعد. الشرطة القضائية مشطات المكان كامل، بغات تسول يكون شي واحد شاف شي حاجة، شي واحد كيدوز من تما يوميا. الغابة مقطوعة ما كاين حتى شي واحد وحتى شي دوار ما كاين حداها. المهم سولوا تعياو ما لقاو فين يسولوا ورجعوا لمستودع الاموات اللي داو ليه الجثة ديال البنت. مستودع الاموات في الطبيب الشرعي اش كيقول لهم؟ كيقول لهم ودي هاد البنت هادي راه ماتت نتيجة تلقيها واحد 10 ديال الطعنات بآلة حادة، يعني جنوية. هاد الطعنات كاملين كانوا قاتلين، وهادشي هدا كيعني حاجة وحدة، ان هاد القاتل ديالها حاقد عليها، يعني باغي ينتقم منها وصفي عليها بأي وجه كان. هاد الضحية هادي ما معتدى عليها ما والو، وإنما غير مقتولة. كيقلبوها البوليس يعني الملابس ديالها ما فيهم حتى شي حاجه، لا بطاقه وطنيه لا تليفون لا ساك لا حتى حاجه، يعني ما عندها حتى شي حاجه باش غادي يعرفوا الهويه ديالها من خلال البصمات. عرضوا البصمات ديالها على الناظم الالي، كيتضح الامر بان الاسم ديال كريمه وفي عمرها 28 عام وساكنه في هذه المدينه نيت. وحاجه اخرى قال لهم الطبيب الشرعي، قال للبوليس، وهي ان هاد البنت هذه تقتلات تقريبا مع 5 ديال العشيه، يعني اليوم اكتشفنا الجثه يعني البارح مع 5 ديال العشيه تقريبا فاش تقتلات. هذا هو الزمن التقريبي ديال الوفاة ديالها. مزيان هنا البوليس انتقلوا على وجه السرعة العنوان المذكور في البطاقة الوطنية ديالها هاد كريمة، مشاو ليه. كان واحد الحي شعبي عادي، كيدقو كيخرج واحد الراجل، هاد الراجل كبير شي علما، بان من الوهلة الأولى للبوليس أنه الأب ديال كريمة. كيسولوه ما قالوش ليه رحنا لقيناها مقتوله وكذا كذا، كيبغيو حتى كيجبدوا شي معلومات عادي يقولوا ليه اشنو كاين، لانه الا صدموه في الاول يقدر التحقيق معاه صعاب. هادشي اللي كيديروا البوليس غالبا، حتى كياخذوا بعض المعلومات عاد كيقولوا لهم الخبر الاليم من بعد. مزيان هنايا الاب ديالها غيقول لهم ياك ما كاين باس سيدي، من بعد ما عرفوه بنفسهم البوليس قالوا ليه هنا كتسكن كريمه فلان فلانيه. قال لي ما هي بنتي هادي. قالوا لي قولي نعافاك بنتك واش عندك غير هي، عندك خواتاتها اش كاين؟ قال لهم كاينه غير هي وكاينه خت صغار منها، اخوهم الكبير كاع راه خدام في واحد الشركه وراه ساكن معانا. مالها هيك ما كاين باس. فين هي الام ديال سين؟ سولوها. جات الام حتى هي كتسول البوليس ومشوشه ومشوشين الناس، يعني الوالدين دول كريمه. قالوا لهم بنتكم كريمه امتى اخر مره شفتوها؟ امتى اخر مره شفناها؟ تقريبا هذه واحد جوج سيمانات. كيفاش جوج سيمانات؟ قالوا لي البوليس. على مال هي مساكنش معكم هنا؟ لا مساكنش معنا. وفين ساكنه؟ لا سيدي كريمه راه خدامه في واحد الشركه، عطاوهم العنوان ديال الشركه، وراه كاريه راسها كتجي عندنا مره مره. لا كاريه راسها وخدامه ومستقله بذاتها، مزوجه. لا مزوجه ما والو، هي ما محملاش تعيش معنا هنايا، قالت لينا دي من الاحسن ناخذ التقار ديالي ونستقل ونكري الدويره ديالي على قد الحال، تو كان يجيب الله ونشري الدار ديالي ونشري الطوموبيل. كان عندي امال وباغا دير وباغا دير وباغا دير. مالا شنو وقع ليها؟ قالوا لهم البوليس سيدي البركه في راسكم، بنتكم كريمه حنا لقيناها مقتوله في واحد الغابه. انا يتصدموا هاد الوالدين، شدوا براسهم
ادوهم البوليس المستودع البلدي للأمواس، تعرفوا على بنتهم كريمة. فعلا نيت هي كريمة، خاص ضروري دابا البوليس يبحثوا مع الوالدين دول كريمة مزيان باش يعرفوا منهم أكبر قدر من المعلومات. صافي ني الوالدين دول كريمة كيصرحوا البوليس بأن بنتهم كريمة كانت مزيانة والله عمرها دار، ما عمرنا شفنا منش حاجة خيبة، وما كانوش على صديقة بزاف، كانت على صديقة وحدة. شكون هي؟ سميتها فدوى، كانت خدامة معاها في نفس الشركة، واش باغا خدامة معاها ولا الله أعلم ما عرفت. المهم هي الصديق الوحيد ديالها، كانت مصاحبة معاها من مات الدراسة وداكشي، وبقات الصحبة ديالهم توظفوا في نفس الشركة. مزيان. شي حاجة أخرى عارفين عليها، عندها علاقة مع شي واحد، شي راجل فايس خطب شي واحد وما بغاش، مثلا كان كيتبع شي واحد، عاودوا لينا أي حاجة عليها. هادشي اللي كنعرفو، عندها ديك الصديقة فدوى خدامة في شركة كارية راسها. شي حاجة أخرى احنا غير كنكذبو عليكم الشيف. صافي ناي البوليس تأكدوا بأن الوالدين ما عندهم حتى شي حاجة أخرى غادي يفيدوا بها البوليس. طلبوا منهم أنهم يوريوهم العنوان ديال كريمة فين كتسكن، وراهم الأب ديال كريمة فين كتسكن، يعني العنوان فين كارية. مشاو ليه، كان واحد الحي اللي هو متوسط شأن ما، ماشي حي شعبي، كارية واحد لابارتمون. تما مشاو علموا النيابة العامة، علموها باش خاصهم ضروري يقتحموا الدار باش يشوفوا اشنو كاين فيها، لربما لقاو شي حاجه، شي دليل اخر غادي يبين لينا القاتل او اللي ساعدنا في الوصول ليه. كيدخلوا البوليس للدار كيلقاوها عاديه، يعني فراش مقعد وحداك، بيت نعاس وحداك، تلفازه في بلاصتها، اي حاجه في بلاصتها، كل شيء وحداك، ما لقاو حتى شي حاجه كتير الشك او شي حاجه. ولكن تليفونها ما كيلقاوش في الدار، يعني هذا دليل على ان هذاك اللي قتلها خدا لها التليفون ديالها. طلبوا البوليس من الوالدين يزودوهم بالرقم الشخصي ديالها، عطاوهم النمره ديالها لانهم غادي يبحثوا عليه من خلال المكالمات الصادره للوالده. مزيان. هنا الوالدين مشاو في حالاتهم، وبقاو البوليس في اي مكان في هذيك الدار وفي الشارع اللي كاينه فيه هذيك الدار، يستقيو المعلومات من الجيران. كيسولوا الجيران، الجيران اللي حداها بزاف، شي مرأة قريبة ليها، مولي الحانوت، اش مهم، شي وحدين اللي غادي يكونوا عارفين الخبار بزاف. كيقولوا البوليس اسيدي هاد كريمة هادي راه كانت عايشة غير بوحدها، وما كان كيجي عليها حتى شي واحد، مرة فين كنشوفوا والديها، اما بواها اما امها اما بجوج بهم، ولكن هادو ما كيزوروهاش بزاف. مزيان. حاجة اخرى، ان هاد كريمة هادي كانت كتستقبل في دارها واحد البنت، هي اللي كانت كتجي عندها، الصديقة ديالها. هاد البنت هادي كانت عندها واحد الطوموبيل. مزيان، هادي معلومة زوينة. بنت بوحدها او لبنات او لرجال او ليش حاجة، لا، غير واحد السيدة صاحبتها. صافي هنايا. وحاجة اخرى، كتستقبل في دارها شي راجل، قالوا لي واش نقول لكم، هذا واحد مول الحانوت كان انفاس مع الدار ديال هاد كريمة. اش نقول لكم السيدي، مؤخرا دابا واحد 6 شهور بحال هكاك، 5 شهور، ولات كتستقبل في محله واحد الراجل، وهذا الراجل هذا كان كبير في العمر، ماشي صغير ولا شي حاجه، عنده واحد الطوموبيل فاخره، والسيد باين عليه عنده الفلوس، ماشي شي واحد اللي عادي ولا شي حاجه بحالنا، ولا لا، السيد لاباس اللي باينه. كتجيبو للدار، كيدخل عليها بالساعات، وكتخرج هي وياه، كيركبو في الطوموبيل، او المرات كيخرج غير راسو كيمشي. المهم السيد هذا كانت عنده معاه علاقه على ما اظن، على مالها مزوجاش بيه، هادو البوليس كيسولو مول الحانوت، لا ود تحت من راسو شي حاجه وما عارفين ما مزوجه ما والو. لا سيدي، لا انا شاك فيها مزوجه بيه، لا هذا دايره مع علاقه، لا باينه. مزيان، شكروا هذاك مول الحانوت ومشاو توكلوا على الله. فين غادي يمشيو؟ غادي يمشيو الشركه في كانت خدامه. مزيان، مشاو للشركه، كيلقاوه الباترون ديالها يعني ديال كريمه، سولوه، قول لنا سيدي كريمه شحال خدامه عندك؟ قال لهم سيدي كريمة تقريبا راه واحد 5 سنين ويخدم عندي، او اكثر، او قيل صح من 5 سنين ويخدم عندي. مالها؟ عاودوا لي الخبر الاليم اللي وقع ليها، بانها تقتلات في الغابه. شد براسو الباترون وقال لهم صراحة انا كنتاسف على الشيء اللي وقع ليها، كريمة بنت مزيانه وكذا، والعمر دار معقوله وكذا. قالوا ليه البوليس، قول لنا شي واحد من العمال كان خاطبها، كان تابعها، كان باغي يدوي معاها، عندها شي عداوه هنا مع شي وحده ولا واحد ولا كذا. قال لي واش نقول لكم، هنا في الشركة تا واحد ما معادي معها او المخاصم معها ولا شي حاجه. هي بالعكس كريمه كانت دبلوماسيه، انا بحكم المعرفه ديالي بها الشخصيه، كانت امراه دبلوماسيه وسياسيه، وكتسايس مع اي واحد، ما كتخليش واحد الحساسات يوقعوا ما بينها وبين الشخص. هادشي اللي عرفت من خلال الشخصيه والاحتكاك ديالي معها يوميا في العمل، هادشي اللي عرفت.
عنده شي صاحبه هنا، عنده شي واحد عنده معاه شي حاجه. قال لهم عنده صاحبه وحده هي فدوه، وهاد فدوه هادي راه مابقاش خدامه معانا، راه شحال هادي قدمات الاستقاله ديالها ومشات حالاتها، وهي الكريم بقات خدامه معانا. وعلى حسب الاخبار اللي كانت كتوصلني هنا راه كانت باقا مصاحبه معاها، كتلاقى معاها برا وكذا، وكتمشي عندها وتجي عليها. هاد الفدوه هادي هي نفسها اللي دواو عليها الوالدين ديال كريمه، الصديقه المقربه، وهي غالب الظن غتكون هي نفسها اللي دواو عليها الجيران ديال كريمه، كيقولوا لي موديها كتجي عندها واحد البنت هي الصديقه المقربه ديالها. هنا ولا بد خاص البوليس يهضروا مع الفدوه الصديقه المقربه ديال كريمه، وغادي يجيبوا العنوان ديالها منين؟ من الشركه. الشركه زوداتهم بواحد النسخه ديال البطاقه الوطنيه ديال هاد الفدوه، مشاو للعنوان ديالها كما هو مدون في البطاقه الوطنيه. وتا هي كانت ساكنه في واحد الحي شعبي، مشاو كيدقوا في الدار ديالها اللي هو مدون في البطاقه الوطنيه، كيدقوا كتخرج واحد المراه، واحد المراه كبيره شيئا ما، كتخرج السلام عليكم. وعليكم السلام، معك البوليس. لالا مرحبا سيدي تفضل. يعني هي كتسكن فدوه، قالت لي راه الام ديالها ولكن هي ما كتسكنش هنا. فين كتسكن اسيدي؟ راه خديت واحد لابارطوم شحال هادي وراه تحولات ليها وراه ساكنه فيها، ومره مره فين كتجي عندنا، هادي علاقتنا معها. علاش ياك ما كاين باس؟ مالا فدوه بنتي؟ مالا شنو واقع لها؟ خرج الاب تاوي مالها مالها؟ قال لهم ما كاين باس هذاك الضابط، قال لهم غير حنا بغينا نسولوها في شي مسائل كتعلق بشي حاجه وصافي ما كاين باس. ومشاو في حالاتهم من بعد ما خداو العنوان ديال الفدوه، مشاو للدار ديال الفدوه. كيمشيو كيدقوا كيدقوا بدون مجيب، سولوا واحد الملحان تمايا، سولوا واحد السيد تمايا كيريح تمايا، واش ما شفتيش مولات الدار هذه؟ قال لهم لا سيدي لا، ولكن دابا راه ما كايناش، راه قبيله دابا بانت لي تقريبا واحد ساعتين وش حاجه ركبات على طوموبيلها ومشات، غير عينو هنايا راه شويه غتجي. صافي البوليس بقاو كيدورو هنا ويدورو هنا ويدورو هنا في انتظار ان تفد وتجي. اشنو ولاو كيديرو؟ مشاو كيسولو على هاد الدرب، وسولو مول الحانوت، وسولو اي واحد، سولو مزيان. قالوا لهم انت فدوه واش كتعرفوا عليه هنايا؟ فدوه اش كنعرفوا عليها؟ فدوه مطلقه عندها واحد البنت يلا عندها شي 4 سنين بحال هكاك، وفي الصراحه راه ما كيزورهاش من بزاف. شكون كيزورها تقريبا؟ كيزورها واحد السيد. كي داير السيد؟ هو راجل كبير في العمر ماشي صغير، وظاهر عليه الفلوس وعنده واحد الطوموبيل فاخره، كيجي عندها هنايا كان داير مع علاقه مع مزوجه بيه ما والو. وباش عرفتي انت مزوجه بيه ما والو؟ واش نقول لكم هنا وصلتني الهضره بانها مزوجه بيه ما والو؟ لا مزوجه بيه ما والو، غير سمعتيها غير سمعتيها الشاف. كيسولو الاخر حتى هو نفس الهضره، كيجي عندها واحد السيد لاباس عليه وكذا، باين عليه امارات الفلوس ومزوجه بيه ما والو. عاوتاني كيسولوهم باش عرفتيها مزوجه بيه ما والو؟ غير سمعت غير سمعتي مزيان. وشكون اخر كيجي عندها من غير هاد السيد اللي لاباس عليه حساب اوصاف ديالكم؟ كيجي عندها واحد البنت، واحد البنت كدير هاد البنت؟ عطاهم الاوصاف ديال من؟ ديال كريمه. يعني هذيك كريمه كانت كتجي عند فدوه. ولكن هنا اللي ما فهموش البوليس، هاد الشخص اللي كيجي عند فدوه اللي لاباس عليه والاوصاف اللي عطاو عليه هاد الناس الجيران والحانوت وكذا، هي نفس الاوصاف اللي عطاو الجيران ديال كريمه. واش هو نفس الشخص؟ الله اعلم. المهم تقريبا واحد ساعتين هما كيدوروا البوليس في الدرب والحومه وسولوا خداو هاد المعلومات كامله. هنايا تقريبا دازت واحد 3 سوايع حتى 3 سوايع ونص هما كيتسناو في الفدوه. ها اللي احتاجات لالا فدوه نزلات من الطوموبيل ديالها. اول ملاحظه غادي لاحظها داك الضابط هي انها عندها طوموبيل، وهذا خبر مزيان في البلاصه. وقبل ما غادي يحقق معها اولا غادي يهضر معها، عيط على الناس المختصين وطلب منهم واحد الطلب، قال لهم شوفوا غتاخذوا لي هاد العجله تاع الطوموبيل هذه وتشوفوهم وتقارنوهم بالاثر اللي لقيناه في الغابه جنب الجثه ديال كريمه، وهاد الشيء هذا بغيتو في اقرب وقت. قالوا لي صافي مرحبا. من وراء الشيء هذا عاد مشى عند الفدوه وبقى كيهضر معاه، قال لي شوف لالا حنا راه البوليس فرقه الشرطه القضائيه جايين بغينا نحقوا معاك في واحد القضيه. قالت لي واش من قضيه؟ انا بعيده على القضايا سيدي، انا ما بيني وبين العداله غير خير واحسان، ما عندي مشاكل مع المخزن، ما عندي مشاكل مع البوليس، ما عندي حتى حاجه، انا طرونكيل داخل سوق راسي. الله يودي قال باقي كاع ما دوينا معاك. قالوا لها بلاتي عاد كيتي تعرفينا بعد على جينا. مزيان تفضل اسيدي حنا كنتسنط لك. قالوا لها كتعرفي واحد البنت سميتها كريمه؟ قلت لهم كريمه، كريمه الصديقه المقربه ديالي صاحبتي، راه هادي تقريبا واحد 15 يوم ما بقيتش شفتها، راه ما عرفتش فين مشات، ما بقاش جات عندي، ما بقاش دارت بيا، ما بقاش كنعيط لها في التليفون، التليفون ديالها طافي،
ما عرفتش اش مشات هنايا. هادي اول كذبه غادي يطيحوها على البوليس. علاش؟ لان البوليس ملي كانوا كيسولوا في الدرب ديال كريمه، كيسولوا الجيران، يسولوا مول الحانوت وكذا، عرفوا من خلالهم ان هذيك صاحبتها اللي عندها طوموبيل جات عند الدار وهزاتها. وامتى الشهاده؟ نهار وقوع الجريمه مع جويل 11 عن النهار بحال ما هكاك. هادي اول كذبه طيحوها على البوليس، ولكن ما قالوا لها والو، خلاها وتهضر. اي زيدي كملي. وهادشي اللي كاين راه انا نيس ما عرفاش فين مشات، مالا شنو وقع لها؟ قالوا لها البوليس حنايا لقيناها مقتوله في الغابه بواحد الطريقه بشعه، هذا اللي قتلها كان حاقد عليها وانتقم منها بهذه الطريقه. شدات براسها هاد الفدوى وقالت لهم الله ياخذ في الحق، هذا اللي قتلها وصاحبتي كان عزيزه عليا وبحال اختي، هذيك ماشي صاحبتي وما دوزناش القليل، الله ياخذ في الحق، الله ياخذ في الحق. وبحال بغات طيح، بحال بغات تفقد الوعي زعما. صافي هنايا داك الضابط شد فيها ووقفها، قال لها البركه في راسك لاله فدوى، شوفي ما يكون عندك باس، ولكن خاصك تعاوني معنا اللي حتى نطيحوا هذا القاتل او لا. قالت لي اه بصح بصح، خاصنا نتعاونوا جميع باش نطيحوا هذا القاتل هذا. مزيان. قالوا لي شوف يا لاله فدوى، واش تقدري تسمحي لينا ندخلوا للدار ديالك؟ قالت لي علاش، وانا مني شنو علاقتي بهذه الجريمه؟ لا حنا غير بغينا ندخلوا نشوفوا، نشوفوا نعاينوا شي حاجه، مهم شي حاجه على هذه الكريمه كذا. وهي تسمح لهم دخلوا. دخلوا هنايا فدوى بان عليها التوتر، وبحال ماشي هذيك ملي دخلوا البوليس كيقلبوا في الدار، كيقلبوا 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 هنايا هنا هنا هنا، اشنو كيلقاو؟ هنايا البوليس كيلفت الانتباه ديالهم واحد القضيه، ووجود واحد الساك فوق الميده، فوق الميده تما في الصالون مع كتدخل محطوط ساك، ساك ديال العيالات اللي كيديروه كيهزوه معاهم، ساك عادي. ولكن شنو لفت الانتباه البوليس؟ ياك ساك عادي يقدر يكون ديال فدوى. لا، لان فدوى دايره الساك ديالها كيشوفوا فيه البوليس وهي هازه ساكها. قالوا لها هاد الساك اللي فوق الطاوله ديالك؟ قالت لي ما هذا اه ديالي اه ديالي، مره كنستعمل هذه اللي هزه دابا، مره كنستعمل هذا. هو يمشي ليه الضابط، ما حملتوش هذيك فدوى انه يهزو، حاولت انها تحيدو من تم، ولكن حيدوا ليها وقلبوا. اشنو كيلقى فيه؟ كيلقى فيه واحد تليفون، من بعد البوليس غادي يعرفوا انه ديال كريمه، وكيلقاو فيه البطاقه الوطنيه وشي لاكارت كيشي وشي حوايج اخرين متعلقات شخصيه ديال كريمه. صافي هنايا يقولوا لي اشنو كيدير الساك ديال كريمه عندك هنايا؟ اشنو كيدير؟ قالت لي ما جابتو لي واحد النهار وخلاتو عندي ونساتو، واقيلا نساتو، كنعيط لها في التليفون ما كتجاوبنيش، هو التليفون كاين هنا في الساك، راه يقدر يكون طافي. قالت لهم ملي قلبوه ما طافي ما والو، وانما شال. انا يوم يعرفوك دابا هو لقى على القبض في البلاصه، هذاك الضابط لقى على القبض ودا الكوميساريه. هذا دليل مادي قوي بانك انت عندك علاقه بهذه الجريمه. صافي داو الكوميساريه. ملي داو الكوميساريه في هاد الاثناء هادي جات البصمات ديال هذيك الرويضه اللي تقارنات مع الاثر اللي كاين في الغابه، جات البصمات مطابقه، هي نفس الطوموبيل اللي كانت حدا الجثه في الغابه فين تقتلات كريمه. هنا البوليس صافي قال لها شوفي غير قولي لنا اشنو كاين، بلا ما تبقاي دور علينا حنا ولا حنا. صافي انت دابا راكي طحتي في الشبكه، انت اللي قتلتي صاحبتك كريمه، صدرتيها الغابه، صفيتي عليها، علاش؟ الله اعلم، غير عاود لينا غير التفاصيل. قالوا لي البوليس في التحقيق مع المعمق في الكوميساريه، من بعد ما هي بقات مشبته بالانكار ديالها وان ذاك الساك غير كاين تمايا صدفه وهي اللي نساتو اخر مره وكذا، قالوا لي شوفي غير اعترف احسن لك، راه حنا غادي نمشيو معاك بعيد، راه حنا غادي نشوفو سجل المكالمات وغنلقاوك اخر واحد اتصلتي بها هي انت، وغنشوفو هادشي كامل. وحنا استعقينا اخبار بانك اخر وحده ركباتها من حدا الدار ديالها مع جوي 11 نهار او 10 ونص بحال هكاك، يعني انت اخر وحده كنتي معها وانت كذبتي لينا، قلتي لينا ودي انا 15 يوم مابقيتش شفتها. يعني شي دا كامل 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 كيبين بانك انت عندك علاقه وطيده بالجريمه، غير اعترفي احسن لك. شافت تعيات بقات كدور في عينيها واعترفات من بعد ما انهارت بطبيعه الحال. هنا اشنو قالت لهم؟ قالت لهم هذه كريمه كانت صاحبتي، صاحبتي الروح بالروح، ما كتفرقش انا وياها، ما خلينا ما درنا انا وياها، يعني قرينا مع بعضياتنا ومشينا خدمنا في نفس الشركه، ولو ان الصالير ما كانش طالب بزاف، ولكن عام لعام تقريبا زادوا نفس الصالير. هادشي هذا اللي خلاني انا وهي بجوج بينا اننا نمشيو نكريو واحد الدار،
مشينا كرينا واستقلينا على والدينا وكنمشيو عندو مره مره. مزيان سيدي كملي. واحد النهار انا جا خطبني واحد السيد، بصراحه انا ما كنتش موافق عليه، ولكن الوالدين قالوا لي انت غتبقاي دوري هنا ولا حنا الخدمه كذا. اللهم تزوجي. تزوجت ولكن بقيت خدامه، قالت لي ما بقات خدامه في الشركه، ولكن علاقتنا ما مشاش مزيان. تقريبا ضربات مع غير عام، وهو اصلا علاش تفرقات معاه في التصريحات ديالها تفدوا على ود انه ما كانش عنده الفلوس، يعني كانت الحاله الماديه ديالو ضعيفه، وهي باغا الدور تخرج الدور تسافر هنا وهنا، وباغا دير طوموبيل ودير دار فارهه. المهم عندها واحد الرؤيه نوعا ما خاصه بها. المهم يعني طلقات منه ببنت. ملي طلقات منه كل واحد مشى راح لحال سبيلو. هنايا هاد فدوه هادي رجعت صاحبتها كريمه للدار اللي كانوا كارينا بجوج بيهم. هنايا هاد فدوه ملي بقات خدامه والاخرى خدامه تاهي وكيتعاونوا على المصروف، ومره مره يشوفوا والديهم اللي حساد فدوه، غتعرف واحد النهار على واحد الراجل. هاد الراجل كان الاسم ديالو المعطي، وراجل لاباس عليه ومزوج وبولادو بولادو كبارين. هو معروف عليه انه يعني عزازين عليه انه يمشي مع هادي وهادي وهادي وهادي، وعلاقات متعدده، وولادو ومرتو عارفين في هاد الشيء هذا، وما كانوش كتسوقوا ليه لانه كان عنده الفلوس وكذا. خير يعطينا غير التقار ويعطينا حقوقنا ولوازمنا، يدبر راسو سيدي. المعطي كان من هاد النوع هذا. ملي تعرف على فدوى عجباتو بزاف، قرر انه يكري ليها واحد الدار مستقله على كريمه. مزيان في الاول غير كره لها، وهذيك البنت ديالها ولا كيتعامل معها على اساس انها بنته. ولكن واحد اللحظه اشنو دار المعطي؟ المعطي بحكم انه بغى هذيك فدوى بزاف، يعني تعلق بها واحد الدرجه ما كايناش، شرا لها واحد لابارتومون، هي نفس لابارتومون اللي دخلوا لها البوليس، شراها لها ودوز لها البيرمي، وشرا لها هاد الطوموبيل هادي اللي راكبه عليها دابا. اي حاجه كيعطيها لها، السفريات هنايا، الدوران، الذهوبات، الفلوس كذا. طلب منها انها تستقل من الخدمه، قال لها الخدمه ما عندك ما ديري بها، الصالير ديالها نعطيك الدوبل ديالو غير ريحه في الدار، ريحات. هادشي هذا كامل كان قدام كريمه كان نار الغيره كتلتهم فيها، ما حملاتهاش. كيفاش هادشي هذا كامل ديروا هاد فدوه مع خونا المعطي؟ علاش المعطي ما يكونش ليا انا؟ علاش هاد فدوه دي باش حسن مني وانا كذا وكذا؟ هي غير مطلقه وعندها بنت، وانا ما مطلقه، ما فيت فيا زواج ما والو، وما تا واحد معبرني. علاش؟ هي كانت تا هي باغا تعيش نفس الحياه ديالها. هاد الفدوه هادي كانت عادي على حساب التصريحات ديالها قدام البوليس. قالت لي انا بقيت مصاحبه مع كريمه عادي، كتجي عندي للدار، عرفت على راجلي وليت عامل معها، ولا مره مره يجيب لها تاهي شي كادو اللي جابو ليا. المهم ولات واحد المعامله بيناتنا، نعاود ليها على الكبير وفي الصغير شنو درنا، فين سافرنا، جاب ليا كذا، بنتي كتعامل معها على اساس انها بنته. هي هادشي كامل قالت لي من فدوه كان كياكلها في القلب ديالها، وانا ما كنت جايب الدنيا خبار. هذه صاحبتي، هذه اللفعه صاحبتي. البوليس قالوا لها زيدي كملي. قالت لي واحد اللحظه من وراء العز هذا كامل المعطي ولا كيتبدل عليا، تبدل عليا المعطي، ما بقاش كيف كان. المعطي ولا كيتعامل معايا واحد النفخه، ما بقاش كيتسوق ليا، الفلوس نقصوا، بنتي ما بقاش كيتعامل معاها مزيان. قلت لي مالك المعطي شنو واقع؟ قال لي ما كاين باس، وما قال لي والو. واحد النهار جات ديال الكريمه هادي وقالت لي شوفي فدوى عافاك يلاه نبدلوا الجو، المعطي دابا راه امتى غيجي عندك الله يهديك، راه مع مرتو ولادو، يلاه نبدلوا الجو. قالت لي هلا ما نخرج ما والو، فيا ما يخرج، راه المعطي هاد الايامات شويه كاعليه وكذا. قالت لها يلاه الهبيله معايا، فوجي شويه، نريحوا في القهوه، غادي يجيو عندنا شي ناس صحابي انا كنعرفهم وكذا كذا، نريحوا معاهم. قالت لي هذيك فدوى لا ما نريحش، المعطي الا شافني ولا عاقب بيا وكذا غتكون كارثه. صافي هنايا مشات معها، قنعاتها ومشات معها القهوة. فين هني تريحوا في القهوة وجاو واحد جوج أشخاص، يعني جوج رجال كتعرفهم هذيك كريمة، جاو ريحوا شربوا غير قهوة عادية وكذا، أصلا كانت قهوة عمومية. هنايا شكون شافهم؟ شافهم المعطي. المعطي ما قال لا والو فدوى، ما قال لا والو. صافي قال مع راسو ربما واقيلا هذي غير مكان عمومي وغير قهوة، ربما كيعرفوا الآخرة، أنا فدوى ما كيعرفوا عليها حتى شي حاجة، تجاوز الأمر، ما قال لا والو. من وراها اشنو غادي يوقع تاني؟ هنايا كريمه ملي خرجات في دول المره الاولى غتمشي لواحد الخطوه ثانيه. شنو هي؟ انها غدا لواحد النهار واحد لابارطومون عند ناس اخرين، واحد الرجال اخرين، واحد ربعه الرجال، وكاينه هاد كريمه وغدي معاها هاد الفدوه. قالت لها يلا ما يلا، بقات كتقنع فيها اللي حتى مشات عندها، مشات معاها، دخلوا هذيك لابارطومون. غير هما دخلوا
ومريحين، وحاطين هذوك الاخرين، هذوك اللوانه الاخرين الشراب، وحاطه هذيك كريمين الشراب كانت كتشرب، وحاطه هاد الفدوى واحد القرات على المناظر ما كانش كتشرب، كانت غير كتكمي. هنايا شكون اللي غادي يدق؟ غادي يدق المعطي ناطس هذيك كريمه، لان الدار ديال كريمه فين هما باركين. حلات كتفاجئ، المعطي فدوى شافت المعطي تصدمات، قال لها ما كنتش كنسحابك بحال هكا، انا ما خليت ما درت عليك اي حاجه درت عليك. وفي الاخير كتجي عند الرجال بهذه الطريقه هذه، انت ما بقاش بيني وبينك، يلا الله يعاون. ومشى تبعاته فدوى، حاولت انها تستعطفو، ولكن كريمه منعتها، قالت لها صافي خليه يضرب البرد وكذا كذا، ولكن ما تسوقاش ليها وتبعته. ولكن هو المعطي قرار واحد دارو غريبة علمنا نهائيا، فعل النيت قلب عليها وبعد منها، ما بقاش كيجي عندها، ما بقاش كيشوف بنتها، ما بقى كيعطيها فلوس، قطع عليها المكالمات، اقطع كل شيء، اجمع طوع. هنايا فدوى تساءلات، قالت كيفاش هاد المعطي غادي يعرفني بالضبط انا بارك تم، وكيفاش معاملته تبدلات ليا. بقات كتربط الاحداث اللي حتى عرفات بان السر نايض من كريمه صاحبتها. وهذا الشيء هذا شكون اللي غادي ياكدوا؟ غتاكدوا واحد المراه رجعت عند فدوى واحد النهار في هذه الفتره ديال انفصال المعطي على فدوى، رجعت عندها وتقول لها شوفي راه كاين واحد الهضره كدور هنايا في الدرب في الحي ديال. اش قالت لها فدوى؟ قالت لها بان المعطي ماشي راجلك، وهذيك ماشي بنته، وانت مطلقه، المهم هو داير فيك خير، هو اللي شاري لك الدار وشاري لك الطوموبيل وكيصرف عليك وجلستك من الخدمه باش تكوني ليه. هاد الهضره هذه تفاجات بها فدوى، علاش؟ لان فدوى كانت مروجه في هذاك الدرب وهذاك الحي، وكل شيء مول الحانوت وكل شيء كيعرفوا المعطي راجل فدوى، فدوى مرات المعطي، وهذيك البنت بنتهم. تا واحد ما عارف هادشي هذا، تا واحد ما عارف هادشي، لان في الحي تا واحد ما كيعرف فدوى اصلا، غير جهه سكنات تما اللي خدا لها هذيك لابارتومون. وشكون اللي عارف هادشي هذا غير كريمه؟ هل هي فدوى غتسول هذيك المراه؟ قالت لي شكون قال لك؟ قالت لها الهضره كدور وصافي. بقات كتسول فيها وتلح عليها، حتى قالت لها صاحبتك كريمه اللي تلاقات معاك كتقول لي شنو كاين، راه هذيك راه ما مزوجاش بالمعطي، ولا غير داير فيها خير، راه هو اللي شاري لها الدار، ها هو اللي معاونها، السيد راه بين مرتو بولادو، خاطفه لمرتو بولادو وكذا، كتشوه لك السمعه ديالك. هنا تاكدات بالدليل الملموس ان كريمه هي صاحب دعوتها. صافي هنايا ما لقات ما دير، اللي عطى الله عطاه. صافي في الاثناء هذه قالت لي فدوى انقطع الاخبار ديال كريمه عليا، ما بقاش كتجي عندي، كانت يوميا جايه عندي مصبها عليا، يوميا كتسلف مني الفلوس، حوايج، ذهب، اي حاجه، ما بقاش كدور بيا، وانا الحاله الماديه ديالي دهورات، خرجت من الخدمه، هو ما بقاش كيصرف ليا، اشنو ندير من ندير. كنتصل به كريمه ما كتجاوبنيش، كنعاود نتصل بها ما كتجاوبنيش. اضطريت واحد النهار انني نركب طوموبيلتي ونمشي عندها السكنه ديالها. كنمشي كنتفاجئ بان الطوموبيل ديال المعطي قدام الدار ديالها. هنايا فهمت البلان، فهمت بان خونا ولا مع صاحبتي كريمه. صافي تراجعت اللور وقررت اني نتاكد ونزيد نتاكد بزاف. بقيت كنسول تمايا لحتى عرفت ان السيد ملينها علاقته معايا ولا معرف عليا وكيجي عندها. مشيت واحد النهار ملي ما كانش هاد المعطي هذا نيت، مشيت عندها وواجهتها، قلت لها ماك يا كريمه، ماك على الفعل هادو، حيدتي لي الراجل وديتي هادشي هذا كامل باش طامعي لي الفلوس وكذا كذا، شوهت لي السمعه ديالي مع الجيران، شوهت لي السمعه ديالي مع هوايا، ماكل هاد الحال هادي دارت فيا. وقالت لي معلدي من ندير لك، وهو بغاني انا وجا عندي، اش ندير لك انايا؟ كون كان باقيك وكان مقبلك راه كنبقى معاك، معلدي من ندير لك الا انايا. ودارت فيا واحد الدوره ديال بصح. انايا رجعت في حالتي، بقيت كنفكر كيفاش ننتقم منها، وكيفاش نرجع ليها صاعين. اللي حتى دازت تقريبا واحد الاسبوع بحال هكاك، ومشيت عندها وانا عارف هذاك المعطي ما كاينش في الدار. مشيت عندها دقيت عليها، خرجت ليا، قالت لي شوف يا كريمه، الصحبه ديالنا حنا ما يفرقها حتى شي واحد، مشى راجل يجي راجل، صافي جاتي الله يهديك، كيما جبت هذاك نجيب واحد اخر. قالت لي هذه كريمه فعلا نيت، انت راكي باقه صغيره وزوينه وعاطيه العين، واي راجل يتمناك، كيما مشى المعطي راه يجي ما احسن منه. قالت لها وعليه، قالت لها نبداو صفحه جديده، قالت لها مرحبا، دخلتها للدار، شربوا وقصروا، خرجوا دوروا. قالت البوليس ديك فدوى انها ما نفذاتش الجريمه ديال هذاك النهار، وانما خلاتها حتى اليوم الموالي. قالت لها شوفي كريمه صاحبتي، غدا غادي نوزع عندك مع جوي 10 11، نخرجوا نضربوا واحد الدوره هنايا، نمشيو للبحر، نمشيو للغابه، نمشيو هنا، ونشيو شي حويجات، اسيدي كاع المصاريف الحساب هنا، ما دخلتي والو. قالت لها وعليه، صافي الغد ليه،
ركبات الطوموبيل هذيك في الدور وجات جات دقات عليها، خرجات ديك كريمه لابسه مزيان وهازه ساكها وهازه كل شيء المسائل ديالها، ركبات معاها في الطوموبيل. هي فاش شافوها الناس تاع الدرب ركبات معاها في الطوموبيل ومشاو. فعلا الناس مشاو للبحر، ريحوا في واحد القهوه، داروا هنا، تساروا هنا، شراو شي حويجات من شي محلات هنايا. وهي هذيك فدوى تقول كريمه شوفي دابا باقي الحال شويه، كانت يلا 3 ديال العشيه او 3 ونص بحال ما كان، قالت لي مازال الحال، نمشيو للدار شنو نديرو فيها، نتخزنو فيها، نمشيو للغابه، شحال هذه ماشي في الطبيعه وش في الشجر وداك الهدوء والكالم ديال داك الجو كيعجبني بزاف. قالت لها يلا مرحبا. هذه كريمه ما في نيتها والو، مشات معاها داتها الغابه، دخلتها وسط الغابه غير الخلا وما خلا، ما كاين حتى شي واحد. دخلوا تمايا، قلت لها نزلي نزلي من الطوموبيل، نزلي نريحوا على هاد الحجيرات هادو، صوبات واحد الحجره واحد الحجره اخرى وريحوا. ريحوا مجمعين غير واحد 5 دقائق ولا 10 دقائق، ما فراسها والو ديك الكريمه. نارت هذيك فدوى على اساس انها غير كتدوي معاها وكتحرك هنا وهنا. مشات للطوموبيل حلاتها، جبدات واحد الموس، موس غير صغير موس ولكن يقتل الله يحفظ، جبداته دارته تحت من الكم ديال جلابتها وجات عدا. جات وريحات معاها، ريحات معاها غير شوي شوية وهي تنوض وبدون مقدمات وهي تضربها طاف طاف طاف، بقات كتثقف فيها 10 ديال الطعنات إلى أن ماتت. هنايا صافي ملي تأكدات بأن السيدة صافي توفات مول الأمانة دا أمانتو، مشات في حالاتها، ركبات على طوموبيلتها ولادت بالفرار من بعد ما خلات حتى شي دليل، وحرصات على أن حتى شي أثر ما يبقى من وراها. ولكن روح عزيزة عند الله مولاها يبان يبان، راه بان الأثر ديال الطوموبيل وبان بالساك ديالها اللي كان في الطوموبيل، يعني بزاف ديال الحوايج، يعني الجريمه ما مره كتكون كامله. هنا ملي وصلت الدار ديالها لقات داك الساك ديالها مازال في الطوموبيل ديال هذيك فدوى، الساك ديال كريمه، هزاته وحطاته في الدار. هي قالت مع راسها حتى واحد ما غادي يشك فيها وحتى واحد ما غادي يوصل لها، لان ما خلات حتى شي حاجه وراها. حطات الساك ديالها، ما قلباته، ما حلاته، حطاته فوق هذيك الطابل اللي كاينه في الصالون وخلاته تمايا. اللي احتاجه البوليس وشافوه، البوليس قالوا الفدوى تورينا أداة الجريمه، قالت لهم مرحبا، وراتهم أداة الجريمه اللي هي الموس، كانت مخبيه في الدار، كانت مخبيه في الدار بواحد العنايه فائقه، وكان مازال عليه الدم كارم ديال الضحيه كريمه. ومن وراء هادشي هذا كامل ومن وراء الاعترافات ديال الفدوى، مشاو البوليس وجابوا هذاك المعطي، جابوه اكد الهضره اللي قالت فدوى. قال لي ودي انا كدير علاقه مع ديك فدوى، وشريت لها الدار حقيقه، وشريت لها الطوموبيل وكانت عاجباني وكذا وكذا، وبنتها هي بنتي وكذا، ولكن من ورا ما عرفت عليها شي اخبار. قالوا لي البوليس شنو هاد الاخبار اللي عرفتي عليها وشكون قال لك باش تاكدوا من الهضره ديال فدوى؟ قال لهم صاحبتها كريمه. كريمه كانت ديما كتقول لي ودي هذيك المراه ما مزياناش وانت راجل مزيان وكتستاهل واحد احسن منها وكذا 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 وكذا، عمرات لي راسي بزاف. واحد النهار راني حصلتهم في القهوه وشفتهم، علاش حنا قلنا في القصه ان المعطي راجل شافهم في القهوه، ولكن هو راه ما قال الفدوى والو، لان الاقوال ديال المعطي هي اللي غتاكد هذه الهضره هذه، لان المعطي شافهم ديك الساعه، شفتهم في القهوه مريحين هي وديك كريمه صاحبتها مع واحد جوج رجال. ولكن انا قلت مع راسي هذه غير المكان العمومي، وهذوك الناس ربما كيعرفوا كريمه، يعني فدوى غير صاحبته ومشات معاها مريحين عادي، واحد الجلسه اللي عاديه، ما دارت في بالي والو. ولكن انت قالوا لي البوليس شكون اللي قال لك بان فدوى راه مريحه في المكان فلان فلاني؟ قال لهم كريمه، كريمه على تواصل دائم معايا انا، كتقول لي هاي غادة هاي جيه، انت غتلقانا في القهوه، وهذيك الدار فاش حصلتهم واحد النهار هي وياها واحد رجال اخرين مريحين وكيشربوا مقصرين مع راسهم، راه كريمه اللي قالت ليا وقالت لي غتجي دابا غتحصلنا كاملين، ورا فدوى هي اللي جابت هاد الناس هادو، انا راه غير معروضه بحالي بحالها. قالوا لي البوليس من وراها اشنو درتي؟ قال لي صافي نهيت العلاقه ديالي مع فدوى، ما بقيتش كنمشي عندها، ما بقيتش كنصرف عليها، صافي ربحت بهذيك الدار والطوموبيل اللي سخر فيهم، صافي نهيت العلاقه ديالي معاها. واش درتي من بعد؟ ولات علاقتي مع كريمه كنمشي عندها نجي عندها، ولات علاقتي معاه مزيانه. فدوى من ورا هاد الشيء هذا ملي عرفات علاقتك مع كريمه قالت لك شي حاجه؟ لا ما اتصلت بيا ما والو، صافي قطعت ليها الاتصال. وقالت لي كريمه بانها راه عرفات وجات واحد النهار تخاصمات معاها وكذا وكذا، وقالت لي بان ما غتصور والو، صافي تمشي في حالاتها ما عندنا ما نديرو ليها، صافي انا بقيت معاها. هاد الشيء اللي كاين هنا يتأكدوا البوليس بأن الهضرة ديال فدوى يعني صحيحة تقريبا، لأن جات مطابقة مع الهضرة ديال المعطي، وأن هذه كريمة كانت خدامة بحال شي لفعة ما بيناتهم، وهي اللي فرقات العلاقة ما بيناتهم بغرض أنها تحصل على المعطي وتحصل على فلوسه.
يعني الطمع فيه كيوصل ان الانسان تقدر صاحبتها على ود واحد العلاقة اصلا غير شرعية وعلاقة حرام وطامع فلوسه، يعني الناس هادو الله يستر وصافي. المهم هاد الفدوة هادي ما كانش عليها تقتلها، ما كانش عليها تصرف بهذا التصرف هذا، واخا هي كانت اصلا كدير شي حاجة ماشي هي هذيك، ولكن صافي بنادم اللي قلب لك قلبي عليه وصافي، ما كانش عليها تقتلها. يعني خلات بنت صغيرة يلا عندها 4 سنين او شي حاجة صغيرة، لما تبقى هاد البنت هادي بقات عند الوالدين ديال الفدوة، ولكن مستقبلها ضاع تقريبا. حكموا على البنت مسكينة الفدوة هادي ب 30 عام ديال الحبس. ايوا المهم هادي النهاية ديال الحلقة ديالنا ديال اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.